السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ طبعا المقطع هذا راح يكون جدا سريع، فعلى السريع قبل البدايه اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس، لا تنسى اللايك، لا تنسى كود الشوب YZYDD. باخر كم ساعه تداولت هاي الصوره قدامكم. طبعا هاي الصوره من وين؟ الصوره هاي اتوقع على حسب ما فهمته انه من جهاز البي سي الموجود بطور الامبوستر، طور الامبوستر الموجود بفورتنايت. فانتشرت بكثره هاي الصوره اخر فتره انها راح تكون احد مناطق الماب للشابتر الثالث، وانه من اول فورتنايت كانت ملمحه عليها لكن احنا ما انتبهنا انه راح تكون ماب جديد يعني. طيب اول صوره مثل ما تشوفوا قدامكم جبلين وبينهم شلال. المنطقه الثانيه اللي هي جبل عالي في حواليه زي بيوت صغيره لو تلاحظوا كيف. المنطقه الثالثه زي هنجر وفي بجانبه طائره محطمه وفي شخصيه واقفه ماسكه سلاح. والصوره الرابعه الشاطئ ونفس الشخصيه كانها موجوده. فهي اربع اماكن احتمال تكون من خريطه الشابتر الثالث. صارت الناس باخر فتره تربط هاي الاماكن اربعه بالخريطه المسربه اللي قدامكم، يعني بيحكوا لك الشلال اللي بين جبلين انه هاي المنطقه هون في الخريطه المسربه، وبيحكوا لك الجبل العالي انه هو الجبل اللي بالنص في الخريطه المسربه، نفس الشكل ونفس الهيئه. باقي المنطقتين ما عرفت، يعني المنطقه الصحراويه او الشاطئ ممكن تكون باي مكان في الخريطه لانه الخريطه فيها زوايا من الصحراء، لكن منطقه الطياره ما قدرت اعرف او ما حد قال وين راح تكون هاي منطقه الهنجر فيها طياره محطمه. هل هذه الخريطه مثبته؟ لا. هل المقصد كان من فورتنايت تلمح على خريطه الشابتر الثالث ولا كانت عباره عن صور ما لها معنى؟ فلازم ننتظر ونشوف. واكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل تتوقع هاي الاربع مدن اللي قدامكم راح تكون ضمن خريطه الشابتر الثالث ولا مجرد صور كانت فورتنايت حطيتهم بالجهاز يعني بطور الامبوستر ما لهم داعي؟ فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، انا راح اشوف كل التعليقات. وبس، ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامه.